أطلقت مؤسسة رعي مصر للتنمية احتفالية بعنوان حكاية رعي مصر، وذلك في قصر عابدين وسط حضور من شخصيات عامة ومؤسسات مهتمة بالعمل الخيري والأهلي وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. جاء ذلك لسرد جهود المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر استحقاقا بقرى ومحافظات مصر. مؤسسة رعي مصر قدرت تحقق أرقام يعني يمكن لأول مرة إنها تحصل في تاريخنا إحنا كمؤسسة. قدرنا نوصل ل 2,700,000 مريض اتكشف عليهم واتخدموا. قدرنا نوصل ل 9,000 قافلة طبية، منهم سنة 23 بس اتعمل حوالي 4,000 قافلة طبية في أكثر من 4,000 قرية على مستوى الجمهورية. قدرنا نوصل ل 20,000 عملية جراحية. هذه المؤسسة مؤسسة المجتمع المدني اللي هي نموذج للمؤسسات وللحمية الوطنية وللمسؤولية اللي احنا بنتكلم عليها، المسؤولية المجتمعية. فأنا سعيدة بوجودي في هذه الاحتفالية، خصوصا ان احنا كمان وزارة الهجرة هي الوزارة التي تعمل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني خدمة للمصريين. مؤسسة رعي مصر بتعمل خدمات كتيرة جدا جدا للناس المحتاجة. الناس اللي في حاجات كتير في حياتها كانت تتمنى ان تبقى عايشة افضل. مؤسسة رعي مصر بتساعد عشان تتيح الفرصة للناس انهم يعيشوا عيشة احلى. والله التحالف الوطني يعني هم عاملين مجهود خطير بجد لمساعدة الناس، ومؤسسة رعي مصر من أهم المؤسسات الخيرية، وفي ثقة كبيرة فيها.